أحكي لكم قصة توريك إن القدر يضيق يضيق يضيق، لكن عمره ما يتقفل، بفكرك وبجهدك يتفتح لك تاني. قصة سيدنا موسى عليه السلام، فرعون بيذبح الأطفال، كل ما يتولد طفل يتذبح. أم موسى عندهاش اختيارات، مفروض تستسلم وتقول ده قدري إن ابني يتذبح، لكن أم موسى اختارت اختيار تاني. أم موسى رمته في البحر عشان ينشأ قدر جديد كله من قدر الله، فيوصل لبيت فرعون. فرعون كان ممكن، معقولة موسى هيبقى في بيت فرعون؟ فأم موسى تقول لأخته روحي دوري على أخوكي، حاولي ترجعيه لنا، تدخل البنت القصر عشان يطلع قدر جديد. تبذل جهدها، ما عيطتش وقالت خلاص راح مننا. قالت لهم أنا عندي مرضعة ترضعه لكم. فرجع لأمه، عاش في وسط أمه وعاش معاها لغاية ما حصلت الخناقة بينه وبين المصري فخبطه فمات الراجل. كان ممكن يستسلم ويقول خلاص هتسجن وموت، فقرر إن هو يسافر ويسيب البلد عشان يروح لقدر جديد. عاش في مدين واتجوز وبدأ يشتغل ويعمل فلوس، لكن هو عنده رسالة في بلده، ما استسلمش وقال خلاص هعيش هنا لغاية ما موت، لا أنا هرجع حتى لو فرعون لسه موجود. فلما رجع فربنا اختاره يبقى نبي. شوفوا الآيات بتقول إيه، استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على إيه، ثم جئت على قدر يا موسى. يعني إيه يا موسى؟ أنت اختياراتك كانت صحيحة، كل مرة كنت بتختار صح فكنا بنفتح لك مساحة أوسع لقدر جديد. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، محصلة اختياراتك هي اللي هتخليك تشوف خيره وشره. موسى لما اختار كل مرة صح، ربنا اختاره الأحسن قدر ليه، بقى نبي من الأنبياء، بقى كليم الله.